أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بفقرتنا الثانية بساعتنا الأولى من صباحك مسك. واليوم مثل ما خبرناكم بمقدمة البرنامج رح نحكي عن موضوع دورة الدبلوماسية الإنسانية. هاي الدورة المقامة واللي قيمت صراحة بأنقرة ومعلومات عن أنه ستقام بسوريا، رح نعرف تفاصيل أكثر عن هالدورة من الأستاذة إيناس النجار مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة. صارت معنا الأستاذة إيناس جاهزة. يسعد لي صباحك أستاذة إيناس. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم. وصباحك يا رب، الله يعطيك ألف عافية يا رب ويقويكي أستاذة إيناس. الله يسلمك يا رب. أستاذة إيناس، حابين بالفعل نعرف شو هي هي دورة الدبلوماسية الإنسانية. بداية، من هم القائمون عليها وما المقصود بالدبلوماسية الإنسانية؟ لا، بالبداية أنا حابة أعمل توضيح صغير حتى ما يصير في خلط للمستمعين الكرام. يعني إنه صح أنا من اللجنة السورية التركية المشتركة، بس أنا أول شيء من المركز الدراسات والأبحاث دراسات الدبلوماسية الإنسانية اللي هو شريك باللجنة السورية التركية المشتركة. بالحقيقة فكرة الدورة كانت بسبب الحاجة الضرورية والماسة لوجود مثل هيك دورة، وخاصة في أنقرة بسبب غياب عدد السوريين عن تواجد صناع القرار. يمكن تعرف في أنقرة هي العاصمة السياسية لتركيا، فهذا الغياب بالحقيقة كان غياب غير مبرر. مركز الدراسات والأبحاث مداد الحل هو من 6 سنوات بأنقرة. حاولنا بهذا المركز من خلال الدعم يلي كان يجي من المؤسسة أيضا التابعة، لأن هي مؤسسة رشد للتنمية الحضارية. حاولنا كثير إقناع أصحاب المؤسسات الأخرى بأنه ضرورة التواجد بأنقرة، ولكن للأسف الفكرة كانت تعجب يعني تعجبهم ولكن ما في أدوات للتنفيذ. السبب ليش ما يكون في أدوات تنفيذ أستاذة إيناس هناك يعني بأنقرة؟ يعني عدد السوريين هون أقل. بصراحة ما عندي سبب منطقي أعطي، ممكن لأنه كل العدد هو العالم عم يكون ترغب باسطنبول. يعني إلى الآن مثل صحيح ما بتعرف عدد السوريين اللي باسطنبول عدد فوق الوصف، يعني حتى صار في كتير تضييقات مثل ما دائما نحكي فيها عندكم بالبرنامج على السوريين المتواجدين في اسطنبول بسبب كثر العدد. ولكن نحن القضية السورية هي تحتاج انك انت تكون قريب من صناع القرار، فهذا السبب يلي خلانا نعمل هي المبادرة لتعليم 20 شاب وفتاة بأنقرة لحتى يكون في عندهم قرب من صناع القرار، وأيضا بنفس الوقت هنن يمتلكوا هي الأدوات اللي هي عن طريق الدبلوماسية الإنسانية اللي حضرتك سألتيني توضيح شوي عنها. هي إقناع صناع القرار أصحاب الرأي بالمصالح الإنسانية بالدرجة الأولى. مثل ما بتعرفي في دبلوماسية سياسية، الدبلوماسية الأساسية العادية بالضبط، هو هذا دائما المرتبط دائما هذا الكلام، دبلوماسية السياسة لازم، يعني دبلوماسية والدبلوماسية الموضوع والسياسي الأمر دائما متصلين مع بعض. فوقت سمعنا مصطلح صحيح الدبلوماسية الإنسانية بالفعل يعني أثار استعجابنا. صحيح، الدبلوماسية الإنسانية مثل ما بتعرفوا أنه هي منبثقة أصلا من الدولة والحكومة، يكون الدبلوماسي بدولة أخرى لحتى يوصل آراء سياسية لدولته. ولكن الدبلوماسية الإنسانية هو مصطلح جديد بالفعل، ولكن هو يعني بهذا العصر كثير مطلوب وكثير ضروري يكون موجود. أنك أنت تعطي تقنع أصحاب القرار بالحاجات البسيطة الإنسانية اللي هي فيك تقولي حقوق الإنسان. فهذا الأمر هو اللي خلانا نعمل دورة مبادرة لتعليم هذول الشباب من خلال 144 ساعة تدريبية تنبثق عن 8 مسارات. حيكون فيها تعليم علوم اجتماعية، سياسية، قانونية، اقتصادية، وأيضا علوم اقتصاد وأعلام، لحتى يتعلم الواحد منهم كيف ممكن هو يوصل ويقنع أصحاب وصناع القرار بالفكرة اللي هو حابب يقدمها من خلال حشد ومناصرة للأفكار وأيضا تطبيقها على أرض الواقع. فكانت هي الدورة اللي عملنا إعلان عنها لتقديم لمقابلات، كان في معايير كثير دقيقة لاختيار الأشخاص يلي ممكن أنه يشاركوا معنا. مثل ما تعرف العدد 20، 10 شباب و10
فتيات يعني لازم يكون محدد كان في أستاذة، عفوا مستندات. أستاذة إيناس، يعني محدد سابقا أنه أنتم بس بحاجة مثلا هذا الرقم اللي هو موزع على 10 بـ10، أو المعايير أصلا أنتم حددتوه قبل، أكيد قبل ما يتم العمل المقابلات، وبالتالي نحن حابين نعرف أكثر، نتعمق بموضوع هالمعايير. هلأ بلشنا نحكي أنه موزعين النوع، النوع بدنا 10 من الإناث و10 من الذكور، غير معايير كمان لو بتتفضلي وبتخبرينا عنه. صحيح، الدورة بالنسخة الأولى منها هي كانت موجهة للمتواجدين بأقران الطلاب الشباب اللي حصلا جامعيين عم يدرسوا ايوه الآن بالجامعة بمختلف المراحل جميل، الجامعية، ممكن يكون دكتوراه ممكن يكون ماستر. وبنفس الوقت المعيار الأول إنه هو لازم يكون متواجد بأنقرة. من أول ما حطينا فكرة هذا المشروع مع الشركاء نحن كنا شركاء معهم، مثل مؤسسة إيدي مثلا، كان في معايير لانتقاء هدول الأشخاص، لأن الدورة ما هي فقط محاضرات نظرية والشاب بياخذ المعلومة وخلص بيروح على البيت، لا، هي الدورة تعليم بالممارسة، يعني بده يطبق كل الأشياء اللي عم ياخذها عمليا. من خلال تقديم بحوث، أيوه عمليا، من خلال تقديم بحوث، من خلال تقديم أوراق سياسات عامة، من خلال زيارات ميدانية للأحزاب، للبرلمان، لبعض الوزارات، يعني في جزء تطبيق عملي وفي جزء نظري. فنحن بعيدين كل البعد عن فكرة الانتفاخ الشبابي. الانتفاخ الشبابي اللي هو عم يصير بفكرة إنه هو بياخذ دورة بفكر حاله إنه هو خلص صار ملم بكل هذا العلوم. نحن عم نحاول يكون في تطبيق عملي للشيء اللي نحن لازم ناخده، وبنفس الوقت الشخص اللي بده يستلم هذا المكان بعد ما تخلص هذه الدورة، إذا كان في إن شاء الله ممكن لهم يكون يحصلوا فرص عمل عليها، لأنه في شهادة معترفة حلو. من المركز شهادة تحضر له، فيكون هو بالفعل امتلأ خبرة عن خبرة عملية وخبرة نظرية أيضا. في عندي كمان بس كانت سؤال، الفكرة، معلش بس تفضل. اسالك استاذه ايناس سؤال صراحه، يعني هلا عم بحكي او عم نفكر نحن انه في، طالما في دورات في محاضرات عم يتم اعطائها، مين هدول الاشخاص اللي عم يعطوا هاي المحاضرات؟ هل عم يتم استقدام او التعاون مع مثلا بروفيسوريه اتراك او اساتذه اتراك، ام الاقتصار على الكوادر العربيه الموجوده وربما السوريه فقط الموجوده لتعطي كل تخصص على حده؟ صحيح، ما كان في ابدا اعتماد فقط على الدكاتره والخبراء السوريين، في خبراء متنوعين من جميع الجنسيات، ايضا حلو. في خبراء اتراك، واعتمدنا حصرا على الخبراء اللي بالفعل في عندهم مهارات بكل ماده هن بدهم يقدموها، لحتى تكون الدوره مفيده بشكل، يعني ناخذ اقصى الاستفاده اللي مرجوه من الدوره. طيب استاذه ايناس كمان سؤال ثاني، معلش سامحينا شوي عن هدول الاسئله، دائما يعني بيجونا هيك مثل الهام بتنزل علينا. الاشخاص اللي هلا التحقوا وعملوا مقابلات، حسب ما شفنا في مقابلات تم عملها وانعرضوا على لجنه، نوعيه اصلا الاسئله اللي عم يتم يعني مثلا طرحها بهي المقابلة، شو عم تستند على أي مثلا شروط، معايير، توجهات معينة، أفكار معينة عم يتم التركيز عليها بهدول المقابلات؟ بالحقيقة في عدة أنواع للأسئلة، عم نعتمد على ثقافة عامة حلو. في كل شخص، عم شو هو المجال اللي هو دارسه، يعني الشخص اللي دارس قانون بده ينسأل أسئلة قانون، أسئلة ثقافة عامة، وبنفس الوقت أسئلة متعلقة بالشأن العام السوري والتركي، يعني هل ممتاز. هو ملم ومحيط للواقع اللي هو بده يجي عليه، ولا لا هو مغيب وما بيعرف شيء. حقيقة صدمنا بعدد مقابلات كانت كبيرة، في أشخاص بالفعل مغيبين عن الواقع، وكانت يعني سعدنا جدا بأشخاص كلهم طاقة كلهم نشاط حلو. ملمين جدا للوضع السوري، بالفعل بيعطيكي بارقة أمل إنه نحن إن شاء الله يعني للمستقبل حيكون أفضل. لهيك بعض الأشخاص كمان كانت، يعني نحن اللي قدم كان تقريبا 170، ولكن لأن المعايير كتير دقيقة
ما حسنا نختار غير 20، ولكن نحن بنفكر انه بعد ممكن انتهاء هي الدوره تكون الدوره مفتوحه، لانه في اشخاص بالفعل مميزين جدا، ولكن بعض المعايير الدقيقه ما انطبقت عليهم، فهم بحاجه لانه ياخذوا شويه معلومات وبيكون هو بالفعل حلو. مميز وممكن انه هو يشتغل بهذا الشيء، فلهيك ممكن انه نحن نفتح دوره بعدها تكون دوره مفتوحة للجميع، ممكن أنه يشارك فيها نسبة الأشخاص المهتمين، وبالفعل وجدنا اهتمام كبير، يعني المفهوم يعني مطروح عند الشباب وهن حابين يشتغلوا فيه، فمن هون اجت الفكره انه تكون كمان بالشمال السوري للحاجه الضروريه لمخاطبه المؤسسات الدوليه رائع. والمؤسسات السوريه لأهمية العمل بالدبلوماسية الإنسانية، ففتحنا كمان تقديم، وأيضا كان في مقابلات في الشمال السوري، وتم اختيار 27 فتاة وصبية، شاب وفتاة، لحتى يكونوا مشاركين معنا، فصارت هي جزئين، جزء بالشمال السوري وجزء حتكون بأنقرة، ويوم السبت إن شاء الله حيكون الافتتاح لهي الدورة. جميل جدا، يعني عن جد مبشرة هيك أخبار صراحة أستاذة إيناس، أنه يتم مباشرة العمل السريع المتواتر بهدول المواضيع. الدورات اللي بالفعل كتير كمية كبيرة من الشباب متعطشين لهيك نوعية من المشاريع يلي هن عن جد يعني بتعطيهم، يعني ممكن خلينا نقول الخطوة الأولى ليبلشوا طريقهم بمجال العمل الإنساني والاطلاع على حقوق الإنسان بشكل متعمق أكثر، وبالتالي أيضا دمج بسوق العمل والانخراط فيها مباشرة. نوهتي لنا شوي أثناء الحديث أستاذة إيناس أنه احتمالية هدول الأشخاص الخريجين اللي حاصلين حيحصلوا على شهادة معترف فيها ممكن يتم بالفعل دمجهم بسوق العمل. مدى دراسة هذا الموضوع بشكل جدي؟ هل بالفعل هدول الأشخاص العشرين ممكن عن جد يتم مباشرة توزيعهم بمنظمات بمراكز بحثية أو ما إلى ذلك؟ والله هذا الشيء بده يعتمد بشكل كتير كبير على فعالية الشخص، يعني صح نحن اخترنا ضمن معايير كتير كبيرة وعالية وشروط عالية جدا، ولكن هو كمان بده يعتمد على فعاليته، وبنفس الوقت على الدورة ممتدة لمدة 8 شهور، طويلة، فبالمستقبل يعني ما ايوه هي دورة طويلة، ما لها مدة تحسها انه مدرسة، يعني حيحضر مدرسة محاضرة، نظامية كأنه التحق بدوام كامل. 144 ساعة أها بس فقط محاضرات نظرية، الباقي العملي هو هن بنفسهم بده يصير في يعملوا مثل مثلا حوارات بين سياسيين سوريين، حلو. سياسيين أتراك، نفسهم اللي بدهم ينظموا هاي اللقاءات، هن بدهم يعملوا لقاءات من إعلاميين سوريين، إعلاميين أتراك، الطلاب نفسها هي اللي بدها تكون قائمة على هي المشاريع، هي اللي بدها تنظم فيها كل شيء لحتى يكونوا بالفعل أخذوا الخبرة النظرية وأيضا طبقوا هذا الشيء عمليا، فمثل ما قلت لك من خلال كفاءته مهارته ممكن نحن نلاقي طريقة ما لحتى يكون في بالفعل انخراط له بشكل مباشر في هذا المكان، يعني دائما نحن عم نحاول يكون مثل يعني نحن هلا بوقت ما عندنا مجال لحتى يكون في بتعرفي بحكم الثوره، بحكم انه نحن بمكان غير مستقرين فيه، ما نعم في صحيح. مجال لحتى انت تقول احنا بدنا نعمل انتخابات، بدنا ننتخب حدا، مين انتم، ليش انتخبتوا، ليش كذا، نحن عم نعمل شيء اعمق من هيك، انه بالضبط. هي تكون بدل ما انت تطالب بانتخابات، نحن عم نطلع فئات مميزه هي اللي توصل للمكان المطلوب يلي كلياتنا عم نتمنى انه نحن نحقق فيه شيء يفيد الكل ويستفيد منه الجميع. جميل أستاذة إيناس. ممكن كسؤال أخير بما يتعلق بموضوع يعني الدورة، هي بس نركز على موضوع، هي مجانية الدورة اللي ممكن الواحد لاحقا بنسخها الجديدة ممكن تكون مثلا متاحة، يعني أكيد حيكون في إعلانات للنسخ الجديدة إن شاء الله من هي الدورة. هي الدورة عم تكون مجانية ولا في رموز معينة بتستحق القائمين عليها؟ لا طبعا الدورة بدها تكون مجانية، لأنه الفترة أصلا فترة كتير طويلة اللي هو بده يلتزم فيها الطالب، هي فترة 8 شهور، فأكيد هي الدورة مو هدف إنه هي تكون، هي الهدف إنه هي تعمل توعية وتخلق
وجود للسوريين لمخاطبة صناع القرار، فنحن حريصين أن هي تكون الدورة مجانية، وبالمقابل في تعويض مادي للطالب اللي حيكون جميل. مشارك بهي الدورة الحالية، لحتى هو يحسن يلتزم معنا هذا الالتزام الطويل، ونقدم خدمة ضرورية وخدمة فاعلة بالنسبة له. جميل جدا استاذه ايناس. بالفعل انا يعني صار عندنا الصوره الواضحه لهي دوره الدبلوماسيه الانسانيه، وعن جد الواحد لو عنده شويه وقت كان انخرط فيها، لانه بالفعل مثل ما قلت لك نحن باشد الحاجه لهيك نوعيات من هالدورات يلي بتثقل مهارات الاشخاص اللي حابين يندمجوا بسوق العمل فيما يتعلق بالمجال العمل الانساني. استاذه ايناس، هلا بدنا نطلع من، معلش سامحينا، بنطلع شوي من جو مركز الدراسات الاستراتيجيه، وسؤال وردنا صراحه اليوم فقرتنا التفاعلية بما يتعلق بموقعك باللجنة السورية التركية المشتركة، وممكن الشكاوي اللي بتصلكم من أحد الشكاوي اللي ممكن توصلكم عبر البريد أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. متصل منذ قليل اتصل فينا وخبرنا أنه ما زالت موضوع تحديث البيانات وموضوع حجز البيان أو حجز المواعيد إذا فينا نحكي، ما زال هذا الموقع هناك فيه ثغرات بإمكانهم السماسرة لحد الآن يدخلوا ويحجزوا موعدين بنفس الوقت من خلال الكود الواحد اللي بيتم الحصول عليه. تعليقك على هذا الموضوع وممكن الخطوات يلي حسب اطلاعك تكون فعالة هلأ من جديد بها بما يخص موضوع حجز المواعيد. هلا بما اني بالطرفين ف يعني بحسن اني جاوب على السؤال. الله يعطيك ألف عافية. يعني انا ما كان كرمال انه ما يكون في خلط على المستمعين، ولكن طبعا يعني حضرتك وضحت بشكل مميز بصراحة. تسلمي. هلا بالحقيقة بآخر زيارة مدير الهجرة قال انه نحن عندنا مشكلة الإقامات، ويلي عنده إقامة عم يشوف كيف انه مرة عم يقولوا له انه لا، الإقامة الأولى بتكون بالفاتح، استصدار إقامة لأول مرة بالفاتح، بيرجع برد بيروح لمنطقة ثانية بيقول له لا مو هون، فلسه أمور الإقامات لسه ما انحلت، وكانت المشكلة الأكبر بالنسبة لهم الإقامات، بسبب أيوة. إنه الإقامة بتحصل عليها مو بس السوري، الإقامة مثل ما بتعرف الإقامة السياحية لمختلف الجنسيات. فهو طلب منا إنه نحن نعطيه مهلة شهرين شهرين ونص، لحتى هن بس يحسنوا يخلوا هي المشاكل اللي عم يعانوا منها بقصة الإقامات، أيوة. وحينتقلوا على المشكلة الأساسية اللي هي الكملك. فهن ما بدهم أبدا أنه يكون في وسيط بين الجوتش إدارسي وبين المواطن اللي بيحمل كملك السوري، جميل. عفوا اللاجئ لك. فهن ما بدهم هذا الوسيط يلي عم تبلغ يعني السمسرة تبعه، المصاري اللي عم يدفعوها ممكن أن تصل ل 500 ليرة، مثل ما مرة واحد حكى لي إنه أنا كتير مضطر، فأنا مستعد إني تكون 500 ليرة في صحيح سبيل إني أنا صحيح. أحصل على والله هيك في إذا في كانت كثير من هاي. المتصلين بالفعل حكوا تجاربهم بما يتعلق بهيك ارقام، يعني عم نفاجأ صراحة انه وصلت لهذا الحد، يعني والله ما بعرف شو الواحد بده يحكي. فلهيك هن بيعرفوا تماما انه هي مشكله كثير كبيره عم تعاني منها الجوتش إدارسي، نعم هن بدهم يخلصوا منها. مثل ما سمعتوا انه كان في خبر عن افتتاح مكاتب لحجز الادوار صحيح. للاقامات، فيعني هن وعدونا بانه يصير مثل هيك شيء، لانه نحن قدمنا هيك مقترح. انا سبق وحكيت معكم انه قدمنا مقترح انه بدل ما يكون في نعم مكتب سمسار يكون في مكتب تابع للجوتش إدارسي مخصص معكم، ما تنسرق البيانات، ما ممكن انه الواحد يدفع هاي المبالغ الكبيرة. فهو يعني تماما واضح بالنسبة لهم، ونحن عم نوصل هاي الرسائل حلو. انه المشكلة كثير كبيرة وما عم تنحل، والحاجة كثير ماسة. فإن شاء الله يعني مثل ما وعدونا إنه حيكون في حلول، ولكن مشكلة الإقامات لسه ما صار في إلها حل نظامي وحل كامل. خالص على الأخير. يعني الآن عم يجينا شكاوي بالنسبة للإقامات، وإلى الآن مثلا الأشخاص اللي إجاهم رفض على الإقامات لما تواصلنا نحن معهم قال إنه يعملوا ديلكشي وطلب لتقديم إقامة إنسانية. فهل هذا الشيء نحن بنحسن نعممه انه كل حدا اجى رفض يقدم على اقامه انسانيه؟ قالوا لنا لا،
ولكن الحالات اللي نحن أرسلناها قال إنه هذا الشخص لازم إنه هو يقدم على إقامة إنسانية، لأنه ما عاد يحسن ياخذ إقامة سياحية. ولكن جميل. هل الجميع حيتعاملوا بهي الطريقة؟ بصراحة ما بحسن صرح بقول هيك، لأنه ما عندي معلومة دقيقة ونهائية إنه ممكن إنه هن يعملوا هيك شيء. نحن فبالنسبة نعم للكمالة بدنا ننتظر تفضلي. شوي، معلش بدنا ننتظر شوي بالنسبة للكمالك لحتى يطلع الحل من عندهم، يكون مرضي للطرفين، يحسنوا هن انه يشتغلوا عليه. فترة قبل الموضوع قصة هذا النظام الجديد اللي صار، انه خلال رقم التليفون هن عملوه لحتى يكون حل، ولكن للأسف كانت مع فترة كورونا ما كان حل، كان هو عائق فعال أكثر صحيح حيث استفرج صحيح. الموعد. يعني بدي فللأسف اتشكرك انا صراحه لازم عن جد استاذه ايناس، انت وضحتي لنا، ونحن هلا كمان من ضمن المتصلين اللي كانوا بالفعل عم، وخاصه المتصل سابقا، بنطمنه انه يعني نحن بدنا نصبر مثل ما ذكرتي، الموضوع الصبر ان شاء الله الحل قادم، والحل الجذري لهذا الموضوع قادم قريبا قريبا جدا. بدي اتشكرك الاستاذه ايناس إن شاء الله. نجار، أولا من مركز دراسات الاستراتيجية مداد الحل، وأيضا مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة. شكرا جزيلا لك على كل التوضيحات المتعلقة بدورة الدبلوماسية الإنسانية، والتوضيح المتعلق بقضية حجز المواعيد. شكرا جزيلا لك. أنا بدي أتشكركم كثير، يعطيكم ألف عافية ويسعد أوقاتكم جميعا. الله يسعد صباحك يا رب، وشكرا جزيلا لك. متابعينا هيك شفنا موضوع كيف دورة الدبلوماسية الإنسانية بإمكان مين الأشخاص اللي بيقدروا يسجلوا عليها. هلأ هي حاليا مقتصرة على أنقرة والشمال السوري، وحتبلش فعليا بداية الدوام فيها، حتستمر على مدار 8 شهور، يعني فترة طويلة ليست بالقصيرة. وإن شاء الله يا رب يكون الخريجين فعلا هن اكتسبوا مهارات وخبرات بيقدروا مباشرة يستفيدوا منها من خلال دمجهم بسوق العمل بشكل كامل ومباشر. هي كانت فقرتنا لليوم المتعلقة بدورة الدبلوماسية الإنسانية، والتوضيحات الخاصة من الأستاذة إيناس نجار من مركز الدراسات الاستراتيجية.